السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هعمل معاكم طريقه الدجاج الشمرت. ماشي، هعمل معاكم بطريقه سهله ولذيذه وجميله جدا. هعمله معاكم بطريقتين، واحده عن طريق الطاجن والتانيه سلقه عشان ناخد منها شوربه ونعمل بيها حاجات تانية. عندنا الدجاج بتاعنا اللي هو الشمرت اللي قلنا عليه، تكونوا غاسلينه كويس جدا ميبقاش فيه اي حاجه ومصفينه كويس، وبعد ما تغسلوه اذا لقيتوا فيه شعيرات او اي حاجه الساعوها بالجدر. دي اول حاجه عشان تبقى ضامنين نظافه الدجاج بتاعنا كويس قوي، سواء كان دجاج او بط. نفس الطريقه نلسعه بالجدر وبصله ومعاها طماط والبهار بقى بتاعنا، هي المطحون مع فلفل اسود مجروش واحنا طحنينه عشان مش عايزاه يبقى يخلي الشوربه سودة قوي، وكزبره مطحونه وورق الليمون اللي انا احبه بكل الشوربات بتاعتي. كده واضحه معانا كل ده كده ما عدا دول، هنحطهم هنا ندعك بيهم الدجاج اللي هي هنعملها مسلوقه، وطبعا معلقه سمنه بلدي مع واحدتين مستكه عشان نحمش فيهم. وعندي هنا الطاجن اللي انا هعمله، عندي هحتاج له بصل، بصلتين. انا هعمله طاجن يعني زي ميني بصلتين وجزر وكرفس طبعا وثوم وفلفل ومعجون وطماط، هجيب طماط، هحتاج طماط ومعلقه جفشة روب. انتوا عارفين ان اي طماطم بعصرها لازم او اضربها في الخلاط لازم احط عليها معلقه روب. انا قلت لكم ان السر دوت بيدي للطماط بجد طعم ومزازه فظيعه، هتعجبكم قوي. لازم تحطوا جفشة روب. ماشي، دلوقتي هقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. وطبعا الطاجن بتاعنا يكون مغسول ونضيف، وجفش وكوبايه رز مغسول ومتصفي وهحمره. ناخد عندنا الدجاج بتاعنا اللي هنتبله الاول، وقلنا هندعك كل ده مع بعض قبل ما تدخل الماء، وهنمسك دجاجه دجاجه. شوفوا انا دول مش بحبهم بس قلت اشيلهم قدامكم، ونتبل من جوه كده، تدعكيها كويس قوي ما بين الجلد. شوفي دخلي صباعك بين الجلد كده، شايفين صبعي؟ دخله. طبعا في كتير قوي عارفين الطريقه دي، بس انا بعملها للبنات المبتدئات اللي مش عارفين يتبلوا الدجاجه زي الشمرت كويس. وتتبليها كويس قوي كده من هنا عند البلعوم، تدعكيها، تمسكي بقى اللحم نفسه تدعكيه كويس، تدعكيها ضمانتي بتاعتك متبله كويس، تركنيها تعطيه. انا والدجاج بتاعنا قدامكم، وهحط حبه سمنه مع المستكه اللي حطيتها دي. ليه؟ عشان اعمل اللسعه اللي انا قلتها. لازم تحمريها الاول وتقلبيها كويس، خلي المستكه تسيح ريحتها كده تطلع، تروحي ماسكه الدجاج بتاعك واحده واحده وتنزلي بيها لا تتلسع من كل الاطراف. هنا يا بنات حطيت معلقه سمنه بلدي كبيره قوي، ونحط عليها الرز اللي انا غسلاه. كانت هتعملي رز محمر بس انا عايزاه كله محمر، بس اول ما يتحمر ويخلص هنوريكم نعمل ايه. الدجاج اتحمر كده، شايفينها ملسوعه كده، عادي على نظر رز اتنقط، شايفينها عايزاها كلها ملسوعه بالمنظر ده. انا هاخد واحده اللي هحشيها والثانيه اللي انا هخليها هنا هحط عليها بقى ميتي واخليها تعيش مع نفسها في السلق. بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط عليها الليمون، ورق ليمون، وهحط عليها فص صغير جنجبيل، واحط عليها كرفس قطعوا حلقات او خلاص بس افرشوها كده، ونخليها ايه تتسلق على النار. ماشي، وهنا بنحمر الايه الرز. شوفوا يا بنات اتحمر ازاي، اتحمر مش عارفه اذا باينه معاكم ولا لا، بس لسه عايزاه كله يبقى لونه بني، يبقى لونه قصدي ذهبي، كله ذهبي مفيش ولا رزيه بيضه. احنا هنا يا بنات خلاص الرز بتاعنا اتحمر، والشوربه بتتسلق فيها الدجاجه وشلنا التانيه اللي هنحشيها. وهنا حطينا المعجون مع الروب مع الطماط، وحطيت شوربه من هنا عشان اضربهم مع بعض. شوفوا يا بنات لونها، شايفين لون الرز؟ شايفين لونه؟ كله محمر، ولا واحدة تخلوها بيضة، كله يبقى لونه اللون ده كده.
شايفين ما شاء الله اول ما وصل كده الدرجه دي كله جلد، نروح حاطين ايه؟ ولا واحده ولا واحده، خلوا كله جلد جلد براون شويه. بعد كده نروح نازلين بالبصله مع الطماطميه فيها عشان تاخد دي ريحتها. وهنا بقى معلقه سكر صغنونه وهير وحبه لومي وفلفل عشان تاخد الريحه بتاعتها، فاهمني؟ كده هنا كده بتاعتنا اهي بقت جاهزه. الشفشق نخليها على جنب، وعندنا كوبايه من الشوربه من الدجاجه قاعده نسلوها على النار، خدت منها كوبايه، هي ما كملتش لسه بس خدت منها كوبايه عشان تديني نكهه برضك حلوه وتساعدني بدل ما احط ميه. والرز بتاعنا اللي احنا تبلناه اهو حمرناه قوي وعملناه كده، شايفين دي؟ دي وخلوها حشوتكم بكل حاجه، بالحمام والبط والدجاج نفس الحشوه عشان تديكم نفس طعم الرز بتاع فرحات. هما بصي كده شايفين اللون؟ اللون ده يحمروه كويس، بعدين تحطي عليه البصل والطماطم تاخد النكهه بتاعتها والتوابل بتاعتك. ونبتدي الخضار بتاعنا اللي هنقطعه مع بعضنا دلوقتي، والدجاجه اللي اتحمرت كويس قوي زي ما انتم شايفينها متحمره من كل حته. اللي يقول الدجاج اللي شمرت مش هيستوي في الفرن غلطان، هتشوفوا دلوقتي بس تشوحيها من فوق دقيقه وتكملي. عارفين الدجاجة شويه تاخد سوا، والبطاطا كده مقطعها صغير. والبطاطا يا بنات نقطعه بالطريقه دي عريض عشان الدجاج بياخد سوا فما يتهريش معانا قوي. ماسكه نفسها، اقسموا بس بالنص وارموا فيها كده او سلايس شرايح صغير بس. وعندي دي فص جنزبيل هطحنه عليها كده على الخلطه الفلايه، مش هحطها على الوش. والكرفس طبعا حبيبي، كل ما عندك كميه زياده حطي. وهتبل بس بشويه فلفل، لان انا كل الحاجه اللي هنزل عليها متبله، الرز متبل، الشوربه متبله فيها الفلفل والملح، الطماط متبل، المعجون خلاص كده هنبعك ده كله كده مع بعضه. بس شايفين الطاجن كده؟ الطاجن بتاعنا الارضيه بتاعنا ماشي كده الطاجن تمام. هنمسك بقى الدجاجه بتاعتنا دي وهحشيها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، تفتحوها كده من هنا واغرزوا لجوه، اغرزوها قوي كده لجوه. ومن هنا شايفين هنا كده، هنا بين الجلد حطه، بين الجلد حطه، هتاكلوا احلى حشو الدجاج اليوم. جربوها مش خسرانين حاجه، طريقه من ضمن طرقكم. حمروا الرز، حتى لو عايزين تسلقوها، اللي مش حابين يجربوا ويجازفوا في الفرن هيسلقوها، بس انا صراحه هسلقها. وطبعا يا بنات ما تنسوش في خلطه الرز بتاعتنا الجميله دي معلقه العسل واطولها في الفرن الحلوه، ومعلقه التمر هندي، شويه تمر هندي ضروري. نور قلبتهم تقلبتين وطفيت على طول. طاجن ومستويه على مهلها بجد، بيبقى لها طعم تاني حقيقي، ليها طعم تاني. حتى لو نزل منها رز على الطاجن وعلى الخلطه بتاعتنا دي بيبقى فظيع، بيبقى ليه طعم حلو قوي قوي قوي. بس كده احنا حشيناها حلو قوي ماشي، نقفلها من هنا كده خلاص. عايزه بقى تحشي من هنا شويه، احشي بس انا يعني كبستها كبسه محترمه. خلاص كده حلو قوي. خلاص هنعمل ايه بقى؟ هنحطها هنا كده ماشي، شايفين كده الطاجن؟ شايفين الطاجن بتاعنا؟ شايفين؟ ناخد بقى هنا حبة شوربة تحت كده، هنحطها هنا تحت، ونمسك الطماطم بتاعتنا دي نحطها كلها فوق، وندخل الفرن ونغطيها بالفويل، وندخل الفرن ونشوف هيحصل ايه بالاخير. وبعد مرور ساعة بالظبط او ساعة وربع فتحت عليه، شوفوا شكله كده الدجاجة المحشية. بسم الله ما شاء الله لا اله الا الله، زي ما انتم شايفين شكلها، شايفين الخلطه بتاعتها والحش اللي احنا عاملينها من تحت اهي، ونسيبها
بس طبعا لسه ما كملتش سواها، عايزه كمان نص ساعه هنغطي عليها تاني. نغطي عليها تاني ونسيبها. شوفي بنات كل شويه بس نشيك عليها. بجد ما شاء الله تهرت وزي العسل شكلها، شوفوا لسه تكمل. ودي يا بنات اللي في الشوربه فوق بتتسلق استوت وبقت زي العسل، هنطلعها ونحمرها على النار. دلوقتي يا بنات حطينا هنا في الطاسه حته السمنه وفص واحد مستكه، هتسيح وراح انزل بالدجاجه دي نحمرها. هوريكم هتتحمر ازاي دلوقتي، بس المفروض تبقى السمنه تتقدح، بس انا حطيتها لكم على طول دلوقتي. ماشي؟ نحمرها كويس او السمنه البلدي ما تحمرش. هعمل معاكم العيش الملون او الرز المصري، بس مش هعمله بالرز التاني، هعمله بالرز المصري. والالوان بتاعتنا انا هعمل النهارده اخضر واورنج واللون ده ريد، وفي بنفسجي الغامق شويه، بس انا هعمل ثلاثه دول النهارده، احمر وملح طبعا وجفش السكر بس. دي كده مقاديرنا، العيش والالوان والملح والسكر. هناخد والجدر بتاعنا هناخد منه وننزل هنا نخليها تفك. عايزين تحطوا عليه حبه زيت حطوا، بس انا عايزه السمنه كلها. السمنه بتاعتنا سخنت كويس، ننزل بالملح ونحط دفشة السكر ونقلب نار، بعدين نشوف هنلون الرز ازاي. كده يا بنات الرز بتاعنا عندنا استوى، قلنا طبعا هنعمله ابيض عشان هننزل بالالوان. هنلون اول مثلا نحط مثلا الاحمر، لا ميه ولا حاجه، بس اعملي كده كده. يعمل تحت وينزل الاخضر لا اصفر، بس ينزل نكس ماشي كده. ونغطي الجدر على طول بحيث ان ايه البخار بتاعه ينزل لتحت. وهنا نحمر شويه صنوبر مع كشمش، هنحطهم عليه في الاخر، هنشوف دلوقتي بس يتحمروا. نحط عليه شويه سكر كالعاده بس معرفنا، ونبدا نحط كده. يا بنات انتهت حلقتنا، وحبيت اوريكم السفره بالاخير لما حطيتها وعملت طبعا شوربه. حمرت شويه لسان عصفور وصفيت معاها عليها الشوربه. وده الدجاجه اللي احنا سلقناها وحمرناها، حمروها كده شوفوا ما شاء الله مستويه ازاي ومهريه. تحطوا عليها وده الرز الملون بتاعنا بالاخير، تغرفوه كده يكون ماكس. اوكي حبيبي، وتحطوا عليه مكسرات او تخلوها بس كده محمره مع الرز اللي تحبوه الطريقه بتاعتكم. ودلوقتي يفتح معانا القنبله بتاعتنا الطاجن. بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا ما شاء الله، شوفوا مهريه. اللي يقول مش بيستوي الشمرت بالطاجن اقول له لا، شوفوا مهريه ما شاء الله ما شاء الله. ودي كان باقي من الخطه حطيتها كده بقصديره وحطيتها معاها. شوفوا من تحت الخلطة بتاعتنا ما شاء الله، والرز الحشو ما شاء الله، فعلا ما شاء الله. شوفوا انا عايزة اوريها لكم كاملة، شايفين فظيعة فظيعة فظيعة، بتاخد ريحة وطعم الطاجن. عايزة بس اطلع لكم، شايفين شايفين ازاي ما شاء الله، ازاي البني نفس بتاع فرحات، شايفين فرهد ازاي، ولا مهري ولا حاجه. والفخود بتاعتنا الجميله عليها بس، وتنقلوها بقى في طبق التقديم. والف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. ويا رب تكون عجبتكم طريقتي في اكلة الدجاج، احلى طاجن يا رب جربوها يعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.